بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم سليمة. بالنسبة يعني الدور الأساسي للطريق، الطريقة يعني أي مريد يدخل الطريقة، الهدف الأول هو أنه يصلح لتزكية النفسي وتطهير القلب، وهذا هو الدور ديال الصحبة ديال الشيخ العارف بالله. وهذا من أجل هذا القصد، هذا كاين هيكلة للطريقة هي اللي كتدبر وتسير، هي مشيخة الطريق داخل وخارج المملكة لتسيري وتسير لهذا الهدف اللي هو تزكية، واللي هو القصد ديال أي واحد دخل الطريقة. إذن المقصود من الطريق والصحبة ديال الشيخ هو تطهير القلبي وتزكية النفس، ومن أجل هذا المقصود هناك هيكلة ومؤسسات تعمل، يعني اللي هما الزوايا بمختلف المدن فيهم مقدمون، مجالس أي مدينة فيها مقدم ومجلس زاوية، الهدف ديالهم هو التسيير اليومي للأذكار اللي كيعطيها سيدنا الشيخ للمولدين في الزوايا. منها عندنا ديك الوظيفة، عندنا السلك ديال القرآن والشفاء والبخاري كذلك، وعندنا ذكر اللطيف، عندنا برنامج أسبوعي جماعي، وعندنا أذكار يومية ورد يومي بالنسبة للفرد. إذن هناك ذكر فردي يومي يقوم به الفرد، وكذلك عندنا التزام ديال الفرد مع الجماعة اللي كيمشي فيها الزوايا، في أي مدينة كان كتكون الزاوية كيمشي يجتمع فيها. هذا هو البرنامج ككل، يعني ديال الفقير، وهذا الشيء كله كتقوم به المشيخة، كتقوم يعني بالتنسيق وتدبير ديال هذه الأمور كلها اللي كتمشى. كذلك المناسبات اللي هي منها الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، اعتكاف غشت، كذلك اعتكاف رمضان، ليلة القدر، ويعني من يعني سائر المناسبات ككل. إذن هاد شيء هو الهيكلة ديال الطريق، هي اللي كتقوم بتدبير ديال الطريقة ككل في المغرب وخارج المغرب. بالنسبة لهاد التدبير هذا، منين كنعيشوا أي مثلا في كورونا أو لا مثلا في هاد الزلزال ديال الحوز، كذلك هاد الأزمات، احنا بالنسبة لنا اي ازمة كانت عند الشخص الفرد او عند الجماعة او لا عند المجموعة ديال او عند الوطن، اللجوء الى الله هو الحل، اللجوء الى الحق سبحانه وتعالى هو الحل، لان الفرد يلجأ الى الله بتلاوة القرآن والسلاك والذكر والتضرع للباري عز وجل. في هذا الصدد الحبيب سيدنا الشيخ يعطي، يعني لا في كورونا ولا في هذا الفاجعة ديال الزلزال الحوز، حتى أذكار وسلك من القرآن والصدقات، وحتى المريدين والمريدات للتبرع ولتطبيق البرنامج اللي وضعه سيدنا نصره الله جلالة الملك محمد السادس، اللي فيه التبرع في صندوق 126، اللي فيه التبرع بالدم، اللي فيه إرسال ديال، كذلك الطريقة قامت يعني الحمد لله بالواجب في الباب. ولكن الهدف الأساسي في هذا الشيء هو أننا نلتجئ لمولانا الكريم عن طريق السلاك وعن طريق تضرع المولانا والصلاة على النبي وذكر اللطيف ومختلف الأذكار. المحب والمريد، ما نقولش شنو كان الفرق بيناتهم، نقولوا شنو جمعهم. لأن في التصوف وعند الله دائما نرمز الى الجمع ماشي الى الفرق. فالجمع بين هذا المريد المحب هو المحبه في الله، والمحبه لله، والمحبه ديال اهل الله. هذا هو اللي كي، فالمحب يكون محب يعني يحب الطريق ويحب اهل الله ويحب التصوف، ولكن ما كيقومش بهذاك، ما يلتزمش بهذاك الورد اليومي الصباحي واليوم الجماعي الفردي، واليوم كيكون عنده
محبة للطريق. وإذا أما المريد كيكون ملتزم بورد يومي صباح مساء، وعنده أذكار جماعية في الزوايا، وعنده أذكار جماعية هنا كتكون عندنا الزاوية الأنف. ماذا؟ هذا هو الفرق ما بين أول حاجة المجموعة الرسمية للطريق القطري البوتيشية، يعني هي مجموعة الحمد لله يرجع الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، هو اللي طرح القبول في هذا الأمر، لأن أي أمر لقى قبول من الناس فمن الله. وهناك اجتهاد ديال الإخوان، ولكن التربية ديال الشيوخ ديالنا في باب السماع هي اللي عطت هذه الميزة، أن المسمع أنه يكون قبل ما يكون المسمع يكون ذاكر، لأن المسمع عنده دور. شنو الدور اللي عنده؟ أنه ذاك الكلام ديال الله كينقله من قلبه إلى قلب المستمع. فخص الآن تكون طاهرة نقية باش ديك الرسالة توصل طاهرة، ويعيشك ذاك الإحساس اللي عاشوه لله في ذاك المعنى اللي كان في القصيدة. لهذا كيكون المسمعين أو كيكونوا ذاكرين، ملتزمين بالأذكار ديالهم اليومية، وملتزمين بالأذكار الجماعية، وكذلك عندهم واحد المحبة في أهل الله، ومحبة في ذاك الشيء اللي وكذلك التعظيم ديال ذاك الكلام ديال الله اللي كينشدوه. وهذا الشيء اللي كيخلي الإنشاد ماشي هدف ديالو هو يعني هدف استرزاقي، أو إنما كيكون من أجل يعني إيصال ذاك الوجد وذاك الشعور اللي كيحس به في القلب ديالو يمروا للمستمع. سماع الحمد لله ديال الطريقة أول حاجة بفضل الاجتهاد ديال الإخوان انتشر يعني عبر ربوع العالم الإسلامي، في سوريا وكيدير السماع ديال الطريقة، في مصر، في اليمن، في الإمارات، الحمد لله كاين واحد والمجموعة خدامة هناك، يعني كاين في كل زاوية في المغرب هناك اجتماعات خاصة بالتكوين والتدريب ديال. ولهذا أنشئت أكاديمية سيدي حمزة للسماع اللي غادي إن شاء الله ديك الساعة نديرو فروع ديالها بحول الله في كافة ربوع المملكة بحول الله. عيد المولد النبوي، نعطي واحد اللمحة قبل ما نختمو. عيد المولد النبوي بالنسبة لنا هو أسبوع الفرح، ولكن في الحقيقة هو تتويج لعمل خلال السنة. الفقراء والمريدين والمريدات وعندهم واحد الحب في الذكر والحب في الصلاة على النبي، ومن كنوصلوا هذا الأسبوع، هذا الأسبوع يتوجوا العمل السنوي ديال المريد، وكيولي عرس ديال المريد وفرحة ديالو بسيدنا رسول الله وبالميلاد ديال سيدنا رسول الله. هذا كان يعني نباركوا هذا العيد لجميع المغاربة ولجميع الأمة الإسلامية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.